السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمسية مباركة الحباب. بغيت نتحدث معكم في واحد الموضوع، ردة فعل على الجزائر من أراد الشهرة أو يوصل للمليونية أو لآلاف المشاهدات. فكرة ردة فعل على الجزائر لبعض القنوات الأجنبية، سبحان الله، هذا رزق، لأن الرزق ممدود وليس محدود. ولكن سبحان الله، اتخاذ فكرة هذه دولة الجزائر، أفتخر وأنا كأنني جزائري أفتخر. ولكن إخواني، بعض المشاهير الذي صنعوا شهرة على بهذه ردة فعل على الجزائر، تحدث عن الكرة والمنتخب الوطني والجيش الوطني والسياحة، الفلاحة، الجبال، ما خلوش مكان ولم يصوروه في الجزائر. بالله عليكم عندي سؤال، إن شاء الله تكونوا تجاوبوني في التعليقات، هل هذا حبا للجزائر أم ماذا؟ أعود السؤال، هل هذا حبا للجزائر أم ماذا؟ أتمنى من كل قلبي أن تجاوبوني في صندوق التعليقات، تردوا علي بكل صراحة، سبحان الله. ولكن للأسف هناك قنوات، أبناء بلد، أبناء الجزائر، أبناء جلدتنا، للأسف لم يجدونا شهرة، للأسف، حتى ولو تحفيز أو كلمة طيبة، يذهبون إلى هذو أصحاب ردة فعل الذي يدعون أنهم يحبون الجزائر من كل قلبهم، وكسبوا الملايين من المحبين ومن المعجبين، وأصبحوا يظهرون في التلفازة، في الإذاعات الفضائية، سبحان الله، ويمسح لهم المجال، وحتى يتحصلون حتى على الفيزا، سبحان الله، ويدخلون أرض الوطن، يجدون كل الدعم، حتى في التصوير، وحتى في الأكل، حتى في المبات، حتى في أي كل شيء. إخواني، أنا أتكلم الواقع والصراحة، أحب من أحب ومن كاره من كاره، الصراحة تقال، أنا أتكلم الواقع من كل قلبي، هذا هو السؤال اللي يبقى مطروح في الساحة اليوتيوبية. لم أجد تعليق ولم أجد حل لهذه الظاهرة التي أصيب بها اليوتيوب، سبحان الله، يراها في انتشار كبير، أصبحوا اليوتيوبر يصنعون الشهرة ويتركون، يذهبون بعيدا، يخرجون على ملتهم، يتبعون بعض القنوات الفساد واتخذوها كهواية أو رزق، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هناك قنوات مفيدة كالطبخ والسياحة، ومن أبناء البلد لا يجدون دعم. ولكن عندما يأتون يوتيوبر من خارج أرض الوطن، يجدون الدعم وكل الدعم، سبحان الله، لا من حيث التعليقات، ولا من حيث المبات، ولا من حيث الكلام، ولا من حيث كل المجالات، حتى في التصوير. ولكن أبناء الجزائر لا يجدون مجالا حتى للتصوير أو للشهرة، أو من تجده في الشروق أو في النهار أو في أي منزل يأكل ويشرب أو في فندق، سبحان الله،
إن شاء الله يوصل هذا الميساج لكل من شاهد هذا الفيديو. ولا أقول كلمة ادعم القناة ولا ضع لايك ولا أي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله.